حباب قلب الشطار، ركزوا على القاعدة دي عشان مهمة جدا، ونادرا لما تلاقي مدرس زي ما قلت بيعلق على النقطة دي. المصطلح أولا اللي أنت شايفه هو نادرا لما تشوفه قدامك، لأنه هو مصطلح قديم شوية ولا يتم شرحه بالشكل المفصل اللي أنا هشرحه لكم عشان تفهم أصل القاعدة. وأنا بتعمد في فيديوهاتي إن أنا أفهمك أصل القاعدة والتفاصيل اللي مش موجودة في المنهج بتاعك عشان تقدر تفهمها بسهولة، دي أولا، وتقدر تثبت في دماغك مدة طويلة جدا، إنك لما تفهم أساسيات الحاجة وأصلها وفصلها هتثبت في دماغك وهيبقى في أريحية شوية، لأن فهم الحاجة غير ما نحفظها كده عميانا بدون فهم. المصطلح اسمه يا شباب subjunctives او subjunctive mood، يعني الحالات الشرطيه او المزاجيه اللي هي الافتراضيه اللي هي الغير واقعيه. وفي قاعده عايزك بس تحطها في ذهنك دلوقتي، ايه القاعده ديت؟ قاعده بتقول ان الحالات الافتراضيه غالبا لا تتماشى مع القواعد الصرفيه للغه سواء كان مضارع او ماضي. يعني انا مست النقطه دي، خلي بالكم بس كلمه لا تتماشى مع القواعد الصرفيه، صرفية يعني تصريف الأفعال والكلام ده، قصدك كده يعني؟ يعني انتوا قربتوا فعلا. طب ما توضح لنا أكتر يا مستر، هو المطلوب أصلا؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهم أي حاجة في من اللي أنت بتقوله. طيب صلوا على النبي، أنا عايزك بس القاعدة دي تفهم حاجتين عنها، لو فهمتهم كويس ودخلتهم في دماغك كويس هتريح نفسك وهتفهم القاعدة تبقى أسهل حاجة بالنسبة لك. اول حاجه لازم تفهم اول حاجه استخدام القاعده، انا بستخدم ليه الحاله دي. تاني حاجه لازم اعرف تركيبها سواء مضارع present او past او ماضي. طيب يا مستر، طب ما تقول لنا احنا بنستخدم الحاله دي ليه، والانجليز اصلا عاملين الحاله دي ليه، ومش تسالني هم حاطينها ليه. زي ما ينفعش مثلا اقول في العربي الفاعل مرفوع بالضمه ليه، يسالوني ليه مرفوع، انتوا رافعينه ليه مش نصبتوه ليه، لان احنا يا شباب مرجعنا في القواعد اللغويه بيعتمد على القران الكريم. حلو كده، انما الانجليزي بيعتمد على العلماء بتوعهم وطبعا تراكم اللغة ومراحل تطورها، بدأت من لغة بدائية ثم بدأت تتطور واحدة واحدة، بدأ علماء اللغة يتطوروا فيها وبدأ يحطوا القواعد ديت، وديت ثابتة بقى. يعني مش في أحيانا ما ينفعش أسأل سبب هم عملوا القاعدة دي ليه كده، تمام؟ احنا بنحاول نفهمها زي ما هم عايزين وبستخدمها زي ما هم بيستخدموها وخلاص. طيب بدون كلام كتير تعالوا كده نشوف الاستخدام. انا بستخدم السبجكتيف دي ليه، الحاله الشرطيه دي ليه بستخدمها ليه؟ اولا هي جمل نستخدمها للتعبير عن حالات مختلفه من عدم الواقع، زي ما قلت قبل كده، زي الامنيه بستخدمها التعبير عن امنيه عندي، تعبير عن الاهميه، حاجه مهمه عايز اكد عليها، الرغبه، العاطفه، الاحتمال، الحكم، الراي، الالتزام، الشك، بشك في حاجه، يعني حاجة لم تحدث. لما تبص كده أمنية يعني طبيعتها مش حصلت، أهمية وقوع شيء إن هو يحصل برضو مش يتطلب إن هو حصل. أنا مهم مثلا أتذاكر بس ممكن ما ذاكرتش. الرغبة أو العاطفة ودي كله تحمل نفس الفكرة، افترض عدم وقوع. وهنا بقى لازم أكد على جملة مهمة جدا، إيه هي؟ إن الجملة اللي هي subjunctive sentence ديت هي افتراضية احتمالية لم يتم حدوثه بعد. حلو كده، خلي بالكم من النقطه دي، ده الاستخدام، يعني بستخدم الحاله دي للتعبير عن الحاجات دي. طب جميل، بصوا لي بقى على النقطه الثانيه مهمه جدا وتركزوا فيها كتير عشان ديت ايه، دي بيت القصيد، دي الزتونه بقى يا مستر استراكشر. طيب بصوا، في البديهي ممكن اقول لك الاستراكشر كذا 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 وخد مثال اهو، تمام؟ لا، انا هديك المثال اول ونبدا نفهمه، وانت من نفسك هتبدا تستنتج القاعده انت بنفسك. طب ماشي يا مستر، تعال نمسك واحدة واحدة. بصوا كده المثال الأولاني بيقول إيه؟ He insists that Sally be present at the meeting. يعني هو بيصر بإن سالي تكون موجودة في الاجتماع. طب الجملة يا مستر عايز أفهمها يعني معناها إيه؟ يعني هو بيصر إن سالي من المفترض يعني تكون موجودة في الاجتماع.
فانتم ملاحظين هنا باللون الازرق insist. ايه الفعل ده؟ يعني معناه يصر. طب ليه بالذات استخدمت الفعل ده للتعبير عن السبجنكتيف؟ هقول لك ليه. طب ليه يا مستر سيلي مع ان هي مفرد مفترض اقول از لحد بي مصدر؟ هقول لك ليه برضه. طيب نخش على المثال الثاني. هي سجستد ذات، هو اقترح ان. وملاحظين هنا طبعا في ذات بعد الفعل مباشره وبعد كده جمله مصدر. جمله ايه مصدر؟ يعني جمله الفعل بتاعها مصدر. شادي بلاي، استنى استنى استنى، شادي دي مفرد يا مستر زي سالي فوق، ليه حطينا بلاي من غير الاس؟ هقول لك دلوقتي. يبقى الفعل هنا يا شباب ايه؟ مصدر، بلاي باسكت. شوف المثال اللي بعده. اتس اسينشال ذات، من الضروري او الجوهري ذات. هي ستادي هارد، استنى استنى استنى، ده في ستادي هنا من غير الاس. مع ان في هي مفترض ستاديز اخرها اي اس يا مستر. اقول لك اصبر عليا بس انت ايه عاوزك تحفظها بالشكل ده. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا احنا قلنا انسيست وبعدها ذات وبعدها جمله مصدر، بي اهو مصدر، سجست ذات والفعل والمصدر، اسينشال ذات والفعل، والفعل فين؟ في المصدر. ملحوظه هنا، شايفين اللي هو باللون الاحمر اللي هو بي وبلاي وستادي؟ ممكن استبدلها في حاله السبجنكتيف دي بشود ذات المصدر. يعني ممكن اقول سالي شود بي بريزنت ات ذا ميتنج زي ما احنا شايفين في المثال. ممكن اقول شادي شود بلاي او ذات هي شود ستادي. طب زي ما احنا اتفقنا دي حالات ايه؟ افتراضيه بفترضها. طيب بصوا كده المثال اللي بعده. انت بس يا مستر ما انت ملاحظ ان ده مضارع، بي بلاي دي كله مصدر، ما عبرش عن ماضي فعلا. طب بصوا المثال اللي بعده. if I were you I would not. ديت انا عارفها، دي حالة if التانية دي، if I were you. بس يا مستر if I بتاخد was، اللي حطينا where. احنا كده بدأنا نفهم شوية كده. I wish I were a millionaire، اتمنى ان اكون مليونير. بس انتم ملاحظين هنا قاعدة قلتها قبل كده، تعالوا كده نرجع لها. قلت الحالات الافتراضيه اللي هي الغير واقعيه اللي مش حصلت فعليا غالبا لا تتماشى مع القاعده الايه؟ الصرفيه. نفهم بقى يعني ايه صرفيه؟ يعني تصريف الافعال. يعني ملاحظين هنا، بصوا كده ملاحظين هنا ايه؟ ان الفاعل هنا مفرد، مش قلت از، يعني صرفته تصريف معين اللي هو ايه هنا في القاعده؟ مصدر. خلي بالك من النقطه دي. او استخدام الشد الفعل فين؟ في المصدر. اتمنى تكون الصوره واضحه يا شباب. طيب يا مستر معنى كده انا كده فهمت التركيب. انت مره استخدمت افعال حلو، ومره استخدمت التركيب اللي هو اتز والصفه وذات، يعني في ذات وجمله وجمله بعدها مصدر، ومره استخدمت لي شكل في الماضي، بس الماضي هنا استخدمنا فيه وير في الحالتين. يبقى مره في المضارع بي او المصدر لاي فعل اخر غير verb to be، ومره في الماضي استخدمنا وير مع اي ضمير سواء اي او هي او شي او ات. يعني كده يا مستر نستخلص بقى الاستراكشر او التركيب بتاع الايه؟ الجمله دي. يبقى اذا عندي تركيبين، شكل مضارع اللي هو الاولاني سبجكت، وبعد كده سبجنكتيف. ايه سبجنكتيف ده؟ اللي هو فعل او تركيب، هنقولهم دلوقتي ونفهمهم. ذات وبعد كده الفاعل زي سالي كده فوق، وبعد كده الفعل في المصدر زي بي او اي مصدر لاي فعل زي بلاي او استاد ايا كان، وبعد كده التكمله. او ممكن تبقى كالاتي سبجكت وسبجنكتيف، الفعل اللي هو بيعبر عن السبجنكتيف اللي هو اللي انا عامله باللون الازرق خلي بالك، ذات وبعد كده الفاعل، وبعد كده الشد الفعل فين يا شباب؟ في المصدر. خلي بالك النقطه دي مهمه. بعد كده كومبلمنت، انما الماضي خلي بالك فاعل وسبجنكتيف زائد طبعا الفاعل ايا كان بقى مفرد جمع ومعاه ايه يا شباب؟ معاه وير، وده شكل الماضي. كده يا مستر عن ايه قربت؟ ده فهمت كده 100%. يعني الراجل هنا بيجيب لي في الامتحان بيشيلك مثلا الجزء بالازرق ويقول لك كمل بفعل معين. استنى استنى، طب معناه هعرف الافعال اللي هي باللون الازرق دي يا مستر ازاي؟ والتركيبات دي ازاي؟ ما انا هديهم لك دلوقتي يا معلم، اصبر عليا. طيب القاعده مفهومه ان بعد ذات بيجي الفعل في المصدر، وليه الحاله ديت بنطبقها بالشكل بالتركيب ده؟ ليه؟ احنا قلنا بقى مش نسال ليه الانجليز قالوا بنستخدمها في التعبير عن الحالات اللي احنا قلناها، امنيه اهتمام شك احتمال والكلام ده، فانت بتحفظها زي ما هي كده يا شباب. طيب جميل يا مستر. طب ايه بقى؟ قول لي بقى يا مستر الافعال بقى والتركيبات اللي بتعبر عن السبجنكتيف، اللي لما اشوفها اختار في الجمله اللي بعدها فعل في المصدر. انت جيت في جمل، خد يا سيدي. اول حاجه الافعال اللي دايما بيجي بعديها جمله سبجنكتيف، جمله مصدر زي ما احنا شفنا، سواء في المضارع بي او اي مصدر لاي فعل اساسي، او سواء في الماضي وير. بصوا الافعال، هنجيب لك الافعال المنتشره خاصه بالحاله ديت، ومعلم لك باللون الاحمر على الافعال المهمه والمنتشره. تعالوا هقرا الافعال اللون الاحمر عشان نركز عليها اكتر. انسيست يعني يصر، ريكومند يوصي، ديماند يطلب، بروبوز يقترح، بتساوي سجست، وكمان ريكويست يطلب.
دول ايه؟ افعال اساسيه. وهو برضو الافعال الباقيه برضو عشان يبقى عندنا معرفه بيها برضو. انما التعبيرات الاكسبريشنز بتبدا بتبقى ات از والصفه وذات ذات ايه؟ جمله ايه؟ سبجنكتيف، جمله مصدر يعني، او شو ذات المصدر. طيب زي ايه كده؟ زي advised و necessary، طبعا المعلم الاحمر الكلمة المهمة، essential ضروري، necessary برضو ضروري، urgent طارئ، crucial ضروري، important مهم، vital حيوي او ضروري، recommended وكل هذه الاشياء. طيب اظن كده القاعدة تمام، احنا فهمنا القاعدة الاستخدام احنا بنستخدمها ليه، وفهمنا التركيب بتاعها بيكون ايه. عايزك كده تعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تفهم الحالة ديت كويس.